اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. يعني زي ما قلت لكم معايا فنان له قصه يحتاج كل شاب بيحلم ويجب على كل شاب انه يحلم يحتاج انه يسمعها لعله يستفيد ويتاكد ان اللي بيسعى الله سبحانه وتعالى بيسمعه. الفنان الجميل محمد صغير. انا محمد سهل. الصغير ولا الصغير؟ والله اي حاجه منك. اي حاجه حلو. ربنا يخليك ربنا يخليك. الله يخليك. انا بشكرك انك شرفتني. الله يخليك. وبحييك وبحييك على ان انت كتبت ايام من حياتك، لان ده مهم جدا للشباب انهم يقروه للناس كلها انها تقراه. وبحيي الكاتب البارع يسري الفخراني زميلنا العزيز وصديق مشوارنا. يعني هو يسري اصغر مني سنا لكنه مقاما صاحب مقام رفيع في الكتابه وفي الاعلام وكلكم عارفينه، فانا بحييه على هذه الصياغه الرقيقه الشديدة الجاذبية. ان انا مسكت الكتاب يعني قريت 90% منه ورا بعض، من القصة محمد صغير ومن اداء او كتابة او صياغة جميلة من العزيز يوسف الفخراني. اهلا بيك اسمح. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ يعني نبدأ منين؟ مش عارف. مشوارك من محل ابراهيم امين خالك خالي وبعدين باريس رحت. البنت اسمها اسمها ايه؟ البنت ماري اونج. ايه ماري اونج؟ مش مكتوبه كده ميرينج. ما انا قريتها ميرينج. ماري اونج هي انا كنت مسميها يعني مفتاح بتاعي في باريس. بنت هو عارفها في مصر هنا وبنت صغيره، وهو كان بيستغل البنات الصغيره في حاجه بس مش حاجه يروح عنده يجرب فيهم القصات وتعمل يعملوا له جو في مصر الجديده. عشان كانت اول فرع فتحته في شيرتون المطار. كان شيرتون المطار. وبعدين مرت السنين، قعدت بعد 10 سنين قعدت جنبه محروق البحل. للاسف يعني. بس كان يعني لنا نصيب ان احنا كنا فتحنا في انتركونتيننتال سمراميس والمهندسين فانقذتنا الحاله دي شويه. لكن انا الحقيقه كاتب الكتاب ده للشباب، يعني اولا لاولادي عشان يعرفوا قصه ابوهم ازاي ابتدى وازاي قصه الكفاح العائليه، وبعدين كاتبه لاحفادي عشان يعرفوا جدهم بقى منين وراح فين، ما يبقى عندهم نفس الطموح. وبعدين للشباب ككل. واحنا الحقيقه يعني اكتر من مره بندي محاضرات للشباب، بنقول ان الانسان ممكن ياخد شهاده متوسطه وبعدين يتعلم حرفه وبعدين يشتغل بالحرفه حقق ذاته من خلالها. لان الموضوع مش يعني انا راجل طالع من تاني اعدادي. بص بقى، قصه طلوع من تاني اعدادي عجيبه. يعني قصه يعني مش عارف جاله الفكر ده منين، وهو قاعد في المحل طول النهار وما يعني بيتعلم من الشارع جزء كبير من تعليمه طبعا، بس الام اللي هي دور هيقوله لنا. ايه الحكايه؟ انت عملت كده ليه في الثانية اعدادي؟ انت جالك الامتحان تمام. المدرسه سجرتكم وبتديك الامتحانات وكل حاجه تمام. ما قدرتش يعني انا علوم. احكي بقى عشان الناس ما قريتش الكتاب لسه. لا انا الحقيقه هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا يعني انا من اكتر حاجات هماني ان انا اتكلم فيها هو ان ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا بالحلم. يعني الحلم ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لأن يعني في ناس ما بتحلمش، لكن أنا من وجهة نظري الشخصية إن الحلم ده إحدى أرزاق الله سبحانه وتعالى علينا. فأنا حلمت كتير. أول حاجة أحب يعني الناس تقول لك طب ليه اشتغلت كوافير وعيل عنده 10 سنين يحب المهنة دي إزاي يعني؟ الحقيقة أنا لما دخلت محل خالي كان مشاهير مصر الجديدة والبلد بيقولوا. فشفت ناس. هو انشا اول كوافير حليمي مصري. اول كوافير مصري كان اكثرهم اجانب. اول كوافير مصري كان اكثرهم اجانب في الوقت ده. ومن قبل يعني انا نزلت، انا ابتديت اشتغل في الستينات. في اول سنة 60. فهو خالي الحقيقة يعني كان بيروح له من اهم الناس في مصر، مرات رئيس الوزراء والشركات، ناس زي افارينو ومدام فرسوا تاجر والشخصيات الكبيرة دي في مصر في العصر ده. فشفت ناس وستات ومجتمع غير اللي انا عايشه. حقيقة يعني حبيت المجال ده من خلال الرؤية دي. فحبيت اخش فيها واتمعن فيها، وده كان احدى ارزاق ربنا سبحانه وتعالى عليا. الحاجه المهمه ان انا لما ابتديت اشتغل حطيت قدامي هدفين. اول هدف ان انا ازاي انجح وازاي اكبر، وكان عندي حاله تحدي يعني للاسف الشديد كانت حاله التحدي مع ابويا شخصيا الله يرحمه. ان انا هنجح وهثبت نفسي. الحاله الثانيه ان انا حسيت ان مهنه الكوافير دي ممكن مهنه تبقى عليها مكانه مختلفه غير اللي الناس عايشاها. وسعيت من السن الصغير ده يمكن وانا عندي 12 14 سنه ابتديت اسعى ان اعمل قيمه مختلفه لمهنه الكوافير. وشاء القدر طبعا اتعرفت
او رحت سرحت اميره فوزيه وانا بحب اذكرها مرات الامير فواز امير مكه والمدينه وقتها يعني وقتها كانت اميره مكه كانت بتيجي تحضر حفلات ام كلثوم وكانت بنت اختها صغنونه كده كانت زبونتي لان انا كنت ماسك كل البنات الصغيرين دي بقى اول علامه في حياتك البنت دي مع البنت الفرنسويه البنت بنت اخت الاميره فوزيه بنت الاميره طبعا فعرفتني على الاميره وصرحتها بالصدفه كان خالي هو اللي بيصرحها وبعدين هو كان تعبان في مره فرحت لها ترشحت ان انا اعمل لها شعرها بلاش نقول التفاصيل دي لا انا هقول التفاصيل ديت قالت مين انت مين انت هتعمل لي شعري اميره بقى كبيره لا هي الحقيقه جايه 24 ساعه تحضر حفله ام كلثوم وتمشي الحقيقه ما قالتش كده الست كانت محترمه جدا هي بصيتني كده انا اللي حسيت هي ما قالتش حاجه خالص ما قالتش لا للاسف بس انا اللي حسيت بالاحساس ده فانا يعني انا اشتغلت اساسا لاني عنيد جدا شقي قوي فامي كانت بتبعدني الله يرحمها عن الشقاوة انها توديني محل خالي فانا طول عمري ولغاية وقتنا هذا عندي حالة من العند والتحدي لكل ما هو صعب واحب اقول الكلمة دي للشباب ولولادي والاحفادي ان الانسان مفيش حاجة صعب طالما عندك اصرار هتاخد اللي انت عايزه بس المهم يكون عندك اصرار وضمير ويقين انك انت تقدر تعمل الحاجة دي فالحقيقة سرحتها وعملت لها شعرها بحاله من التحدي وزي ما انا كاتب في الكتاب كده ان انا كنت متعلم في شعر لقيت اصعب تسريحه الصحفيه اللامعه والدكتوره منى سراج كنت بجيبها وكانت جارتنا برضو في مصر الجديده اجيبها يوم الاجازه واقعد اعمل لها واتعلم في شعرها كان بيضرب في منى يعني وهي تقعد تقرا وانا شغال افك واعمل وعيد واعمل فكان عندي خطوات ايجابيه جدا في الحكايه فاشتغلت وربنا كرمني ونجحت مع الاميره وكانت الحقيقة وصلت لمرحلة ان ست كانت عندها حالة رضا على اللي انا بعمله يعني وهي الحقيقة سبب ان عرفتني على الكسندر كان الكسندر ده في وقت ده كان اشهر واحد في العالم وكان مشاهير العالم كلهم عنده وكان برضو في ست سفير نصرة عيم رحمه الله كان متبنيني في فترة من فترات انا في حاجات حصلت انا بشوف انها اقدار لكن هي اكتر من اقدار نصيب وبركة دعاء الوالدين يعني امي الله يرحمها كانت دايما تقول لي ربنا يقفلك ولاد الحلال ربنا حبب فيك خلقه والدعوتين دول معايا لغايه دلوقتي وعايش بيهم وسعيد بيهم وبتمعن بصوتها وهي بتدعم لي كده وانا عايش الحمد لله الله يرحمها فالحقيقه ناس حبتني من عند الله سبحانه وتعالى ناس وقفت جنبي وعلى الاستاذ نصره نعيم السفير نصره نعيم هو سعى ان انا اسافر ساعدني لغايه ما ركبني الطياره حقيقة وبعدين رحت الالكسندر طبعا انت رحت سنه 70 71 حاجه زي كده الكلام ده سنه 71 بالظبط انا باريس ما حلتوش حاجه خالص وما يعرفش الكسندر ده اصلا كان قبله مره في مصر عن طريق الاميره فوزيه وراح في باريس معاه شويه فرنكات ومعاه شيك سياحي ده كان اسمه ايه مش عارف كان اسمه ايه ما شيك نسيت اسمه كان في شيك سياحي شيكات سياحيه كده بناخدها معانا لان زمان كانت العمر الصعبه لو ممنوع. واحد قفشك سجن على طول لا فدي شقاوة برضو طبعا والشيك مكتوب غلط هو اسمه محمد عبد المنعم الشيك مكتوب عليه محمد عبد العزيز بس صرفه برضو المصريين مش سهلين أياميها ما صرفته كان أستاذ أبو شادي كان مدير بنك هناك كان ابنه صاحبي وعرفوا من هنا من نادي هليوبلس زي ما انا كاتب ان انا رحت نادي هليوبلس ده قصه نادي هليوبلس ده برضه دخلت فيه واسطه ولعب جودو المهم ما رحت له بالشيك قلت له انا عايز اشرف الشيك ده فقال لي ما تصرفش ما دام مش باسمك ما تصرفش يا عم ديك انا مش هلاقي اكل قال لي ما تصرفش قعدت بالليل جبت ورقه زي دي كده وقعدت امضي محمد عبد المنعم بس بشكل محمد عبد العزيز اصرار بقى طول الليل ورحت انا يوم البنك ورحت مديله الشيك من غير بقى صاحبك ده ولا حاجه ولا حد لوحدي كده اديته الشيك واديته الباسبور فالراجل طبعا قال لي انت اللي كاتب انا طبعا عامل نفسي ما اعرفش ولا كلمه فرنسيه قلت له مش فاهم فقال لي صاحبه يعني الناس دي بتيجي تعمل ايه في بلدنا وهي ما مش عارفه لغه فقعد يشرح لي زي خرس كده عنابك يعني شويه خدك كلمتين مش مهم اخد الفلوس واجي قال لك كلام جارح وصرفت خدت الفرنكات كام فرنك وقتها دول؟ كان 50 جنيه استرليني كان الجنيه المصري بيعمل 10 فرنك انا كنت ساكن في اوضه ب 9 فرنك في اليوم وبتخش الحمام بفرانك فرانك تاخد دش تدي الراجل الفرانك يديك المفتاح تطلع تاخد دش وتنزل المهم كنت بتجيب رغيف تقسم نصين وتاكل الصبح نص وبالليل انا مره من المرات جبت رغيف باجيت
كان ب60 سنتيم. العيش الفرنساوي ده مملكه. كان ب60 سنتيم، فجبت رغيف كنت بقطع نصه افطر بنصه واشيل نصه بالليل اتعشى بيه لما اروح. حاف. نعم حاف كده. كويس رضا. فالمهم مهم اسكن، المهم انا ما باتش في الشارع. المهم فكان فخفت عشان العيش ما انشافش، جربتها مره لفيته في فوطه وزنقته في الشباك عشان السقعيه ما ينشفش. كانه في التلاجة. جيت بالليل لقيت الحمام كالو. لقيت الحمام كالو. صح. لا المهم ان الكتاب الطلب، يعني الناس تقول لك محمد صغير كتب قصه حياته ليه مثلا، يعني انا كتبت القصه، يعني انا اولا كاتبه يعني طبعا الاستاذ يسري الفخراني والقعده والمباحثات بينا كتبناه ايام من عمري عشان لسه العمر فيه كتير. يا رب كويس. حتى يعني انا بقول كده يعني ده منتهى الايمان على فكره. ان انا لسه عندي حاجات كتير عايز احققها. يعني في حاجات كتير عايز احققها ليا ولاولادي والشباب والمصر. انا حبي لمصر ملوش حدود، لان انا من وجهه نظري وحضرتك قلت في الكتاب كده احلى بلد في العالم. هو بقى مش بيتكلم، محمد مش بيغني، هو نجح جدا وبقى بيسموه شنطة الكسندر. شنطته ليه الكسندر؟ ما عرفش يتحرك المصمم الشعر الكبير العالمي ده الا مع محمد، يروح اسمه ايه ده ديفيليه مش عارف ايه مع محمد، ما بيروحش حته غير محمد. وبرغم نجاحه ده الا انه قرر ان يعود بعد ما اتعلم بقى ودرس هناك وخد دورات وخد حاجات وخد تصريحات رسميه انه يشتغل في باريس، لان شغلة الكوافير في باريس ليها يعني لايسنس، ليها شهادة، ليها شهادة مش اي حاجة يعني. فرغم كل دوت انا رجعت وما كانش معاك حاجة. لا لا انا ما جيت ارجع كلمتهم هنا قلت لهم ابعتوا لي تذكرة يعني. يعني ما عملتش فلوس خالص؟ لا لا ما انا اللي انا اشتغلته بمرتب هم 40 يوم بالظبط. ما كانش بياخد مرتب لانه ما كانش معاه ورق رسمي. ده مكتوب في الكتاب. مكتوب. فالمهم يعني احنا انا كتبت القصة يعني 40 يوم تاخد فلوس ومشيت. وبدأ لما بدأت تاخد فلوس بقى تاخد فلوس كويس؟ يعني تعيشها كويس وجبت عربية وبتاع؟ قعدت ارسم بقى انا هجيب عربية واخد استوديو احسن من اللي انا فيه، انا كنت ساكن في حتة قد يعني بدأت الاشياء كده. وبعدين اتعلمت لغة بقيت بتعرف تتكلم وبقيت لي كرسي مساعد ليك زباين. بقى عندي مساعد زباين وابتدى زباين العرب كتير يجولي وبقيت معروف، لان انا اوريدي من هنا كنت رايح متعلم، فلما رحت هناك التعليم تطور يعني، بس اللي كنت طالع من هنا متعلم، وده اللي شهرني بره يعني، شهرني في المدرسه ان انا لما في المدرسه الاول في المدرسه ما انا لا في كنت بطلع ثلاث مرات الاول على في الحصه. ايه اللي جابك بقى؟ اللي جابني حاجتين، اول حاجه ما استحملتش العنصريه الفرنسيه. الحقيقه يعني طبعا العنصريه برغم ان الكسندر كان بيحبني جدا وكانوا بيسموني ساك الكسندر، شنطه الكسندر، ومداروا عليا كانوا مسميني جونيور. عشان طبعا محمد جونيور كان هو اسمه كذا اسم، محمد جونيور ومحمد ترانزستور ومحمد فالمهم لما خدت اللانسز ان انا اشتغل برخصه واخد مرتب وكده العنصريه قتلتني يعني. هي كان قعدت سنتين وشام استحمل واحد في ميزون الكسندر في بيت في بيت الكسندر في المحل يعني، كان مضطهدني بشكل غريب ما اعرفش السبب لغايه النهارده، بس هو خدمني انه شجعني ان انا ارجع. يعني كان السبب الرئيسي ان انا ارجع. وبعدين انا برضو عندي حنين لامي والولاي والمصر يعني، فحسيت ان انا لا عايز ارجع. فرجعت، وده احدى برضو نعم ربنا عليا وبركه دعاء الوالدين ان انا رجعت، لان انا لو كنت عشت بره ما كنتش حققت اللي انا حققته هنا حقيقه يعني. المهم ان كنت ممكن تحقق حاجات اكبر، بس انت حققت ده اسعدك اكتر. انا الحقيقه اللي حققني هنا اسعدني حاجات مهمه جدا. اول حاجه انا المصري الوحيد او العربي الوحيد اللي بيتواجد في 7 هيئات كنت في العالم، يعني 7 هيئات في العالم للتجميل انا عضو عامل فيها. وانا المصري او العربي الوحيد في الانتركفير مونديال، يعني في هيئه العالميه للتجميل انا الوحيد المصري. بالاختيار؟ بالاختيار. نعم بالاختيار ولا الحقيقه هي باختيار؟ الحقيقه هو الكسندر يعني رحمه الله هو اللي رشحني. يعني بالترشيح. هي بيبقى ترشيح وبعدين بيتايد 2 من الاعضاء يأيدوا تواجدك. يعني مساله ليها ثقل. وبعدين بتقعد 4 سنين وبتتجدد كل 4 سنين. طب ايه المركز ده بيعمل يعني؟
المركز ده بتشارك في الموضة، بتشارك في موضة العالم، يعني في الموضة اللي بتطلع من الهيئة دي في في مرتين في السنة. يعني الهيئة دي فيها ناس من فرنسا وناس من أمريكا وناس من إنجلترا وإيطاليا اللي هم بتوع الموضة. كل بتوع الموضة. وأنت فيها؟ وأنا فيها. بتروح تشارك فيها؟ بشارك فيها أنا، بس طبعًا يعني بيني وبينك يعني أما وصلت 60 سنة بقيت عضو شرفي. لكن لما كنت لغاية 60 سنة كنت عضو عامل وبحضر الاجتماعات وليا صوت وليا رأي وليا اختراع، ليا حاجة اسمها ترانسبارون كنت اخترعتها وسجلتها باسمي وكان بتتعمل هنا في كل حتة اللي هي قريبة من الهايلايت والمشيات وكده. دي أنا اللي عاملها ومقدمتها في الهيئة وتسجلت باسمي ولغاية دلوقتي موجودة باسمي في الهيئة. المهم هم اللي طلبوا مني إن أنا أكتب قصة حياتي. هم اللي طلبوا مني. ليه؟ علشان خاطر فيها قصة، فيها كفاح وفيها قدوة ليا، وفي شخصية عالمية برضو من الناس اللي انا اتعلمت منهم، فيديل ساسون. فيديل ساسون قصته قريبة من قصتي شوية، بس هو الحقيقة كان في ملجأ وانا الحمد لله كنت مع ابويا وامي. لا وسعيد انت سعيدي صح؟ سعيدي امي من سوهاج الله يرحمه. احنا سعيده سعيده. وفي خطواتك ليلى العلوي لعبت دور كبير جدا. ليلى العلوي الفنانه ليلى العلوي لعبت دور صديقه كبير. العزيزه والغاليه يعني صديقه غاليه وربنا سبحانه وتعالى يمكن جعلها سبب ان انا اتشهر يعني في مصر. يعني جيت في فتره لما فتحت في شيراتون هليوبوليس كان المطار ده حاجه بعيده والمكان ده كان تقريبا صحراء يعني طبعا فما كانش حد بيروح كتير، وانا كنت الاول في محل خالي. لما خدت محل خالي كان عندي شغل كتير وبشتغل جامد، لكن هناك كان الزمان كان بعيد. فلما خدت المحل ده قعدت شويه لسه، فجت في الصدفه اتعرفت على الفنانه ليلى علوي عن طريق احد اصحابي وقلت لها تعالي اعمل لك شعر. فعملت لها يوميها قصه وعملت لها لون مختلف، قصه ليلى، فبقت قصه ليلى. بقت مصر كلها تتكلم على القصه والدول العربيه والسعوديين والكويتة واصدقائنا في كل حته مين عملها؟ محمد الصغير. فدي كانت سبب في شهرتي الحقيقه. يعني لانها خدت فتره مهمه جدا وفضلنا اصحاب، وبعدين بقينا اصحاب عائليين. يعني انت في ميزه بقى انا ما قريت من الكتاب هنا ان انت حافظت على علاقات الصداقة مع كل الناس اللي عرفتهم. الحمد لله. حتى قابلت أسرة أظن في بلجيكا باين ولا فين؟ بلجيكا. قعدت معاهم 3-4 أيام، أسبوع أسبوعين. وما زلت على علاقة. ما زلت على علاقة بيهم لغاية دلوقتي، لأن لما أنا كنت في بطلع الأول فكانوا بيودوني بتاخد 10 أيام في مدرسة تانية في بلد تانية. فمرة رحت لوكسمبورغ ومرة رحت شتوتغارت ومرة رحت بلجيكا في حتة اسمها أونجو. في ريف بلجيكا، فالمدرسه مش داخليه فبتبات عند حد يستضيفوك. بس خلي بالك بقى بره بيعملوا ايه، دي حاجه مهمه جدا. في الكتاب حصلت لك مرتين. حصلت لي مرتين. انه يروح ناس تستضيفه لمجرد انه بيتعلم. ما تاخدش منه فلوس. لا بالعكس بياكلونا كمان. وياكلوه لمجرد انه بيسعى للتعليم. على فكره بصرف النظر هو مهندس ولا دكتور ولا لا 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 هو بيتعلم. بيتعلم بس. شوف الناس بتعمل ايه؟ يستضيفوه بره. يعني استضافوك في باريس مرة؟ استضافوني. أسرة باريسية وأسرة استضافوني في مرة في لوكسمبورغ ومرة في بلجيكا. ألمانيا كانت مدرسة داخلية. يعني الألمان، عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني إحنا اللي شفته في المدرسة بالألماني في خمس، أنا قعدت 10 أيام منهم 5 أيام شغل وخمس أيام فسحة، يومين فسحة سبت وحد، وبعدين 3 أيام بتزور محلات. اللي اتعلمته في 5 أيام في ألمانيا ما اتعلمتوش في الثلاث ترمات في فرنسا. النظام والسيستم والتكنيك طبعا. صراحة المكنة الألمانية، يعني عارف حضرتك، يعني بيعلموك بيجيبوا جلد أرنب يشدوه على راس، وبتمسك المقص تدرج الشعر في الامتحان. لو مقص اتحك ثانية هتبان نقرة لأن شعر الأرنب واقف كده، مفيش هزار. فقد كده الامتحان صعب. مش موجود في فرنسا الشكل ده. انت في فرنسا بتقص على شعر بني ادم او على شعر، على يعني راس عليها شعر. والدقن بيجيبوا زي بالونه يحطوها طاره في طاره ويرسموا عليها بالفلماستر ويعملوا لك الصابون وانت تشتغل بالموس. لو الموس عامل كده الطاره البالونه هتفرقع. شغل كبير. المهم انا الحاجه اللي انا الحقيقه مش عايزها تهرب مني هي حته الشباب. كويس. انا الحقيقه بخاطب الشباب ودايما اقول الكلام ده وبفتخر
ان انا اقوله برغم الناس ما بيهمهاش قوي الحته دي، انك انت راجل ما كملتش تعليمك وحقيقة حد حقق ذاتك وتحقق اسمك على مستوى عالمي. يعني احنا النهارده انا مش عايز اقول انا لانها ملهاش لازمه، لكن اقدر اقول انا مصري، والمصري قدر يحقق حاجه في المهنه دي، لان المهنه دي صعبه جدا والشهره فيها قويه. انت مستر اصل انت كمان بس يا استاذ محمد مش نجحت، انما انت نجحت وثبتت قيمه للمهنه زي ما عمل محمود لبيب بالظبط. استاذي ده استاذي محمود لبيب صديق عزيز وعمنا وحبيبنا وكلنا. عود الناس زمان كنا نحلق وناخد القفه من العلاق ونطلع نستحمى وننام ونصحى الصبح بقى نتسرح ونخرج في العيد بتاع محمود لبيب. عود الناس انها تنشف وتعمل سيشوار تخرج تروح تعمل شعرها وتتفسح يعني عمل نقله كبيره لصانع المهنه. انتوا الاثنين على فكره لا استاذ طبعا فيكوا غريب طبعا قبل كده واساتذه كتير طبعا في ناس في ناس في طاحل يعني في طبعا. هي الفكره هي انا اقول لحضرتك حاجه اللي انا دايما بقوله للناس ان هي يعني في ناس زي الاستاذ غريب يعني وزي الله يرحمه سامي حماد والاسامي الكبيره طبعا خالد ابراهيم الناس دي للاسف الشديد الحاجه الوحيده اللي ما عملوهاش ان ما علموش ناس كتير. ليه كانوا مغفلين؟ احنا مجموعة بتاعتنا ما دي تحسب لك اختلاف بقى دي اللي احنا بنعلم الناس. يعني احنا النهاردة عندنا 800 موظف، عندنا 27 فرع. الفكرة مش عدد افراد. عندك 800 موظف ولا 800 مصفف؟ 800 موظف. لا انا عايز مصفف. لا مصفف يمكن 700. ده كويس جدا. لان انا الشركة احنا عندنا شركة استيراد بنستورد مستحضرات تجميل وكده وتسويق فيها حوالي 100 موظف او لا موظفين ده كويس انما المصفف اللي هو يبقى تلاميذ ينتشروا بقى عندنا حوالي 700 زي ما تلاميذ محمود لبيب انتشروا فتحوا 20 30 50 محل عندنا حوالي كلهم تلاميذ محمود لبيب عندنا حوالي 700 واحد. وبعدين انا عايز احييك تاني على انك انت اوقفت الكتاب ل مؤسسه دكتور مجدي يعقوب وانك انت بتعمل مؤسسه شخصيه. بنعمل مؤسسه هتصرف منها 20% من ايرادك من 20% من صافي الربح هيتحط في صندوق ال عند حضرتك كام فرع الوقت السنه؟ عندي 27 27 وفي دبي واحد وفي الدوحه في دبي واحد بتروح تقص فيه؟ بروح يعني كده ايام معينه في كل شهر مره شهر ونص كده. لسه بتقص؟ النهارده يوم الخميس بشتغل. طيب اي حد عايز محمد صغير يجيله؟ اي حد مش بقى فلانه وفلانه وفلانه يعني لو اتكلمت فلانه رفعت السماعه وقالت انا عايز اقص عند محمد صغير تلاقيني يوم تاخد ميعاد واذا دخلت ولقيتني واقف بشتغل انا عمري ما اقول لا من غير ميعاد ما اعرفش اقول لا. طيب ايه سر القصه في وجه المراه؟ يعني ازاي الست تحس ان القصه دي مش مظبوطه؟ هل عندك يعني حاجه تقولها للستات؟ لا هو الفكره ان احنا انا معلش انا اتكلم على وجهه نظري علشان في ناس بتختلف في الفكر يعني واخد بالك هيك لا انت خبير لكن يعني. هي وجهات النظر ان المراه من وجهه نظري هي مفتاح التقدم في مستوى الدوله. يعني احنا في مصر او في اي بلد في الدنيا الست هي مستوى التقدم. يعني دايما لما الست تبان شيك ولابسه حلو وعامله شعرها حلو حتى احنا الزمن الجميل بتاعنا كان فيه الشخصيات دي يعني واخد بال حضرتك فالجمال جزء يعني انت عايز تقول ان الست من علامات تقدم اظهار شكل المجتمع اكيد اذا كانت فيها لذلك هو كان عنده محلات نورماندي ومش عارف ايه بيروح الزباين شباب في مصر الجديده لابسين جنسات او اي حاجه لكن هو عجبه بتاع نورماندي بتاع الاوتيل اسمه نورماندي اظن النورماندي ده الاصلي بتاعنا عجبوا الستات اللي بتروح الاوتيلات لابسه حلو كان في محل كوستيو تاكي في الهيلتون كنت اروح اتفرج عليه فكنت الاقي الناس لابسه حلو وداخله وشياكه فمره بسال خالي بقول له يعني ليه الناس عندنا بيجوا لابسين عادي كده وبره يعني قال لي عشان ده اوتيل واحده تفتح باب اوتيل وتخش لازم تبقى لابسه كويس عشان كده هو قرر يفتح اول محل ليه كبير في الاوتيل مجنون شويه لا بالعكس بالعكس انت عندك الفن اصله ده مملكه تانية فانت عندك حته كبيره فنيه بتبقى عيب حبه الاناقه وحبه طب قول لي ما نصحتش الستات بالنسبه لشعرها يعني ازاي الست تفكر انها تغير شعرها تعمل القصه لازم 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 يعني وانا اقول لك حاجه يعني انا بنصح كل حد انه يغير راجل او ست
يعني النيو لوك ده مش حاجه مرفوضه. لا ده عملته الست ام كلثوم. ده شوف ام كلثوم اتغيرت ازاي لما بقت كانت كده شعرها كده وبعدين عملت كده وبعدين عملت الضفاير كده فساتينها عند فص وتعمل شعرها بحاجه مختلفه. اختلفت وهي كبيره جدا. وهي كبيره يعني احنا ما نفكر ام كلثوم التلفزيون طلع سنة 60 صحيح. فأم كلثوم كان عندها 60 أو 62 أو 62 سنة بالظبط كده. تشوف لا بص حضرتك المجتمع بينقاس من خلال المرأة، بمعنى إن إحنا بنقول إن الست لازم تغير أو الراجل لازم يغير. أنا دايما بقول للزباين عندي كده أو الستات اللي بيجوا لي أو الرجالة اللي بعرفهم، لما تغير حتى لو تغييرك أقل من اللي أنت كنت فيه هتبقى محور حوار. هتيجي واحدة تقول لك إيه، تقول لها الله شعرك كده يجنن، واحدة تانية تقول لها بس الأول كان أحسن، بس اللون ده كل هتبقى أنت مسار حوار. مسار الحوار ده شخصية أخرى لأنك بتجذب القعدة تجاهك، فأنت بقى بسكتك تقدر تتواجد تخلق حوار. طيب إزاي بتربط أنت بين يعني أنت عندك مهارة أنك أنت تبص للوش كده تحطه في المراية قدامك وتقول هو هيركب عليه القصة الفلانية، إيه دي بقى؟ دي في طبعا حتتين، في حته تعليم وفي حته سنس كده من عند الله سبحانه وتعالى. سي موهبه. موهبه. ففي حته موهبه، يعني مثلا انا يعني في زمان كانت تقعد تستناني بالساعه عشان احط ايدي في قصتها ما في شعرها، تقول لك بص شكلي اتغير. يعني دي حاجه ما تتعلمش، دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. حقيقه يعني، وحتى انا الحقيقة بعلم شباب معايا وبحبهم، لان انا بعتبر المهنه دي مهنه شباب. فبتوصل لمرحلة معينة لازم تعلم الشباب، وهو الشباب اللي ياخد مكانك. فيها مصداقية للتعاطي. هل محمد ده انت جايبه في الكتاب كده بس انا هكلمك فيه، هل انشغالك او تركيزك في عطائك العملي اثر على حياتك الزوجية صح؟ تمام. اثر. انت ندمان على الحكاية دي ولا لا؟ انا الحقيقة عمري ما بندم، ما بتندمش. انا ما بعرفش كلمة ندم. طيب كويس. يعني انا حتى لما بغلط بحاسب نفسي. لان انا بعتبر كلمة انا ندمان بتقفل السكة، ما بتتحسبش ندمان، خلاص خلصت الموضوع. لكن لما تيجي تقول انا غلطت وعايز احاسب نفسي في غلطي، بتقدر تصلح الغلط. فكلمة ندم انا بنصح حتى الشباب اللي معايا، زمايلي اللي بيشتغلوا معايا، بنصحهم ما تقولش انا ندمان ابدا. اقف وحاسب نفسي، قول انا غلطت، انا غلطت وحاسب ليه غلطت. لا انا هقول لحضرتك حاجة، انا عندي ايمان مفيش حد بياخد كل حاجة ابدا. ربنا سبحانه وتعالى هم 24 قرات. اللي انا كسبته في حرفتي ومهنتي وقدرت افيد بيه الناس اللي معايا كتير قوي. فاذا فشلت او ما نجحتش في حياتي الخاصه مش قضيه، انا من وجهه نظري وربنا انعمني بما هو مصطفى الحقيقه اولادي ربنا يخليهم لك، وبعتبرهم هم دول عارفين طبعا مهام جواز احمد السقا طبعا. كلكم عارفين يعني. بعتبر ان ده استثماري الحقيقي. وفي ياسين، وفي كمان في ياسين وحمزه وناديه. ياسين وحمزه ونادي احفاد محمد، مصطفى بقى عنده محمد واحمد، ومصطفى عنده محمد ومنصور. دول بقى ما شاء الله دول هم الكنز. هم خمسه وخميس. الله اكبر. هم دول الاستثمار الحقيقي. ولادي الاثنين هم دول الاستثمار، هم الاثنين بيشتغلوا معايا والاثنين ليهم تواجد وكده. لكن حياتك بقى الخاصه قوي بقى، انك انت متجوز او مش متجوز، دي موضوع تاني. لا انا بسالك على انك انت يعني دي جت، دي حاجه جت على حاجه. لازم، مفيش حد بياخد كل حاجه. كويس، انت مقتنع بده وده كويس. مقتنع يعني، وعندي حالة رضا كمان، يعني مش بس اقتناع. يعني عندي حالة رضا. وأقول لحضرتك حاجة، انا لما سافرت اشتغلت مع الكسندر او عند الكسندر وشفت شهرته يمشي في الشارع الكسندر مش عارف، كان عندي امنية ان انا اتشهر وابقى انا ماشي الكسندر هو الصغير. حتى هو كان مسميني في وقت من الاوقات الكسندر ديجيبت لما رجعت مصر. هو جالي على فكرة، جالي مصر لما ابتديت اتشهر واتعرف وكده، جالي مصر. وكان بيحبني جدا الحقيقه، وكان دعا في كتابه وكتب عني تقريبا صفحه ونص ان انا من اهم تلاميذه. فالمهم لما اتشهرت ساعتها ان انا اتشهر، مش ان انا مثلا جت صدفه، لا انا عملت مجهود عشان اتشهر، لان انا كنت بعتبر المهنه دي بس جزء من عملك شهره. لانه جزء من عملي شهره. طبعا فانا سعيت ان انا اتشهر، فلما اتشهرت مش هزعل ان انا اتشهرت، لا فرحان ومبسوط وعندي حاله رضا يعني. اكتر حاجه فرحتك في مشوارك ده بقى، يعني ربنا يديك العمر ويحقق لك كل احلامك. اكتر حاجه انا معجب بفكره ان انت عندك 65 سنه الله اكبر، وبتقول ان انا عايز، عندي احلام عايز احقق. لان احنا بنتأسد كده لما بنبقى عندنا 55 سبع كبر خلاص مش عايزين حاجه. لا. مش كده كويس كده. انت لما وصلت كان عندك 50 سنه كنت حققت نجاحات
عظيمه الحمد لله. وحققت ارقام ماليه كبيره الحمد لله. ولا ايه؟ اه الحمد مش لله. بنق عليك الله اكبر. لا لا انا بص اقول لك حاجه عشان بس معلومه. انا عندي يقين من الله سبحانه وتعالى ان انا اشغل الناس. انا ربنا سبحانه وتعالى بيديني عشان ادي الناس. انا موصلاتي، انا بعتبر نفسي موصلاتي. انا بقول لاولادي انا مش هسيب لكم فلوس، انا هسيب لكم شغل. انا كل ما يكون عندي فلوس بفتح فروع. وانا كنت عايز اسالك السؤال ده بقى. ان انت المفروض لما بدات تبني مستقبلك وتكتب تكسب، المفروض بقى تكسب 10 تشيل 5 وتشتغل بخمسة. واضح انك كنت بتحط فلوسك كلها. وما زلت لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي تكسب تعمل فروع جديده. بعمل فروع كتير. انا بعتبر ربنا سبحانه وتعالى بيديني عشان اشغل الناس. وانا عندي يقين ودي رسالتي في الحياه ان انا اشغل ناس واعلم ناس. مين اللي علمك كده يا استاذ محمد؟ مين اللي علمني الكلام ده؟ اه ابويا طبعا وربنا سبحانه وتعالى. انا عندي يقين. بصوا حاجه ناس محمد صغير وبتاع، الغنى غنى الله سبحانه وتعالى. انا مبسوط وعايش كويس وبلبس كويس وباكل كويس وبيتي حلو جديد ودعيت صحابك اول مره وبسافر وبعمل كل حاجه، بعمل اللي انا نفسي فيه. لكن انا لما يبقى معايا فلوس ببدي شغلي عن الفلوس. معايا فلوس ازود راس مال شركات الاستيراد، اجيب توكيل جديد. معايا فلوس اكتب افتح فرع جديد. معايا فلوس اجدد محل. مع كده يعني ده اليقين. انا بقول لاولادي مش هسيب لكم فلوس، هسيب لكم شغل. عشان كده لازم اشتغلوا، لان ما احنا شفنا كتير اصحابنا وسابوا فلوس لاولادهم وباظوا. لا يشتغلوا. يا طبعا طبعا. وما سابش فلوس ولعبت الحزاء الفل. يعني يشتغلوا، لازم يشتغلوا. لازم يشتغلوا. انا بنصح كل الناس انها تعرف يعني ايه جديه ويعني ايه عمل ويعني ايه امانه. انا ابويا علمني من اول يوم في حياتي الامانه، الامانه والاخلاص. الانسان لازم يكون امين مع نفسه ومخلص مع الاخرين. وده اللي خلاني ما كملتش امتحان الاعداديه. ان انا ما كنتش امين، ان واحده بتغششني. حتى انا ما قلت لابويا انا مش عايز اروح. فقال لي، قلت له كسفت. فبص لي كده ما عرفش انت كده، ما عرفش يقول لي حاجه ورحت ماشي. ففي حاجات كتير مهمه يعني. إيه ما يجي النهارده اللي اتعلمته من والده الله يرحمها، لان انت اشرت لي اشارات كثيره الام السعوديه بقى. مش انت بتقول المراه هي سر الجمال؟ انا بعتبرها وزيره كل حاجه في الحياه. هي وزيره الصحه الست. انا امي مثلا كانت وزيره الصحه، هي اللي كانت بتودينا دكاتره وتجيبنا وتتابعنا وتخف. هي كانت وزيره التعليم والتربيه والتعليم. هي كانت وزيره التربيه والتعليم. اقعد ذاكر وراجع واعمل. هي كانت وزيره التموين والتخطيط. تجي لها القرشين بتوع ابويا، تقعد تحط ده لكذا وده لكذا. وبعدين ما كناش عمرنا ما حسينا ان احنا ما عندناش فلوس، ان احنا عايشين يعني الى حد بسبب الام. ما بسبب الام، ان هي كانت تعمل لك جمعيات وتسفرك في الصيف، تعمل لك جمعيات وتكسيك في الشتاء وفي الصيف، وفي الصيف تعمل لك جمعيه وتجيب لك لبس العيد. كنا عمرنا ما حسينا ان هي اللي بتدبر الحكايه. ام ست مدبره. الست الحقيقيه هي امي الله يرحمها. كانت فيها كل حاجه حلوه. وعلمتنا وربتنا وعلمتنا الـ 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 الادب والكلام بالصوت واطي. محدش ياكل لبانه. صحيح. يعني انا امي خالص. كانت بتنقش. انت بتقول زمن امي كانت بتنقش اسمها، لكن كانت ما تعلمك تكتبش. كانت تعلمك ما تمسكش ورده. بص يا لو انت كنا بنروح كنا زمان بقى. عارف حضرتك يعني انت اصغر مني يعني، لكن كنا بنروح القناطر في طبعا تفسح في جنينه. فالورد بقى احنا عيال صغيره تمسك ورده تقول لك بص الورده هتعيط اللي انت مسكتها. تحب حد يمسكك وتعيط كده؟ فكنا نسيب الورده. حاجات بسيطة، لكن هو ده كان التعليم الحقيقي للست المصرية الأصيلة. طيب أنت تفننت في غزل أو صناعة يعني حاجة ماهرة جدا، هي شعر الستات. الستات إيه الفرق بينها وبين لما كنت بتشتغل معاهم في السبعينات الثمانينات وبينهم النهاردة؟ أنا معلش هتسمح لي أسألك أنا السؤال ده. حضرتك فاكر المذيعات بتاعت زمان؟ طبعا. ليلى رستم طبعا. سلام. اماني ناشد. سلوى حجازي. سلوى حجازي. ده الجيل اللي احنا الجيل ده بتاع الستينات. بعد كده طبعا نجوى ابراهيم عد زي ما انت عايز بقى وهند ابو سعود والناس دي كلها. طبعا طبعا. الجيل الاجيال دي كانت شكلهم ايه؟ كانت كل الناس بتقلدهم طبعا. كانت العالم العربي
كان بيتجه للموضه في مصر من خلال الناس دي ومن خلال أيوة السينما. ايوه نجوى ابراهيم لما قصت ساعتها مصر كلها قصتها. ونجوى ابراهيم واماني ناشد قصتها والتسريع بتاعها. انا معلش انا مش متذكر اسماء بس في اسماء كثيره جدا كتير جدا. هند ابو سعود اللي راح سعود الله يرحمه ايام قليله يعني الناس دي كانت صباح حجازي واسماء كثيره بتيجي على ودني. ده مفتاح الدعايه يعني عايز اقول لك شرف الدين طبعا ربنا يديه الصحه. ده مفتاح الدعايه ده اللي النهارده لبنان كسباه. واحنا عندنا ليه بقى هم انتصروا علينا في المجال ده يعني دلوقتي بعض المشاهير تقول لك مثلا ما تستضيفها في برنامج تقول انا هجيب الكوافير بتاعي من لبنان. ليه كده حصل لنا كده ليه؟ رغم ان انا يعني معجب بفكره الكوافير اللبناني والمدرس السوري واللي بتاع يعني ما عندناش مشكله الحقيقه الاعلام التلفزيون والسينما يعني انا السينما فاكر حضرتك زمان نادية لطفي في فيلم في النضارة السوداء شعرها طبعا سعاد حسني في خلي بالك من زوزو والافلام شعرها كانت كل الناس بتقلد الكلام. النهارده ده الموضوع ده اتنقل للبنان برغم ان احنا عندنا هنا حرفيين في مهنتنا يعني مش عايز اقول حاجه على بس لا كله عن اي حد في مستوى العالم حقيقه يعني عندنا ناس حرفيين صح بس ايمانا بقى بحرفتك ودعايه لحرفتك الاعلام هو عشان كده بقول لك الشهره ده جزء من الحرفه صحيح. فالناس اللي في العالم النهارده سواء في مصر او في العالم العربي شقيق الناس بتشوف المذيعه في لبنان والمغنيه في لبنان شعرها ومكياجها ولبسها بتقلدها ده لازم يعني نرجع تاني للاصول بتاعتنا الحقيقيه ونعمل الكلام ده. احنا جينا فتره فتحنا محل في ماسبيرو عملنا محل للميك اب ومحل للشعر وكان عاملينه هديه للتلفزيون ما كناش بناخد فلوس والله وكنا بنشارك في كل الوصل والاخبار وصباح الخير يا مصر مجانا. بعدين بعدين طبعا احداث 25 يناير وكده قلبت الموازين شويه بس احنا عندنا استعداد النهارده نعيد نفس الحاجه ارجو نفسي يكون عصام الامير سمعنا يعني محمد صغير مستعد ان هو يشارك كان عندنا الحقيقه شيء كويس جدا شيء كويس لان هي دي العلامات التقدم من وجهه نظري يعني. انا مبسوط من قصه حياتك جدا وسعيد بيك جدا وشرفتني واسعدتني واللي بسطني اكتر هو انك انت عايز تشتغل وعايز تدي وده شيء رائع جدا. من اكاتب في الكتاب لو رجعت لورا همشي اسرع عشان في حاجات لسه ما عرفتش اعملها. لا ان شاء الله تعملها ان شاء الله تعملها. بشكرك استاذ محمد انا سعيد جدا بشكر جدا انك انت استضفتني جدا وبشكر يوسف فخراني على الكتاب البديع. بشكر طبعا فرصه ان انا اقول الاستاذ يوسف فخراني يعني مش ابهرني بكتابته اسعدني وخدني عالم الحلم الحقيقي من خلال ربنا يوفقك وسعدك زي ما اسعدت ناس كتير الحقيقه وحنان مراته الحقيقه كانت هي مخرجه الكتاب طبعا الحقيقه يعني. بشكرك استاذ محمد انا سعيد جدا ومتشكر جدا شكرا. بعد الفاصل نلتقي بالدكتور وحيد دوس لانه هو النهارده صرح في الجرايد ان في 20,000 مريض من اللي خدوا السوفالدي حصل لهم تراجع يعني البتاع ما جابش نتيجه وحصل مشاكل. فمع الدكتور وحيد دوس بعد الفاصل. شكرا استاذ محمد الف شكرا. بعد الفاصل وحيد دوس رئيس اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه يفجر مفاجاه انتكاس 20,000 مريض بفيروس سي بعد علاجهم بالسوفالدي.